مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا البنوات. هاي كروزة، هاي بيلا، الحمد لله. كيف حالك كرزرز يرى هجس؟ وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. والنبي يا دين النبي فلاين، اهلا وسهلا، يا مرحبا. طبيعة واسترخاء، يا مرحبا يا مرحبا بنوات. تاج، وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الحاجب، كيف حالك؟ اللي سوى اصمد، سالخيرات يا فتيحة بجي، يا مرحبا، كيف حالكن؟ انا بخير والحمد لله، لقد بدأ البرد يدخل. مساء الانوار، مساء المحبة. ايوه ما في برتغال؟ برتقال، في المندرين اليوسفي موجود. لونا يا لونا يا لونا، هاي هاي يا لونا يا حلوة. في الفيتامين سي؟ يلا يلا وصمد. الحاجب، هلو هلو بنوات، هلو هلو بنوات يا حلوات. سيليا، مرحب، يا أهلا وسهلا سيليا الجميلة، كيف حالك؟ الحمد لله لونه، نحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد على كل النعم التي أنعمت بها علينا، فربنا يعني أنعم علينا بالكثير من النعم، ونحن لا نسأل إلا على تلك الحاجة الوحيدة اللي مش واصلينها، وبننسى كل النعم الأخرى، ونقول إحنا مهمومين وما عندناش حظ ومقهورين. أهلا يا حنان الحلاوي، سمسمة، مرحبا. اللهم لك الحمد على نعمة السمع، على نعمة البصر، على نعمة التذوق، على نعمة الشم، على نعمة اليدين، نقدر نعمل كل حاجة بإيدينا ومطلوبش من حد، ونعمة الرجلين نروح وين ما بدنا ونستمتع بالمناظر وكده، وناكل اللي عاوزينه. في ناس تحفظ يعني ياكلوا نوع وما ياكلوش 10 أنواع، وياكلوا كمية قليلة. اللهم لك الحمد، كلي قد ما تقدري، دي نعمة نعمة. أهلا أهلا بست الكل، عطر الجنة، يا مرحبا، يا هلا وسهلا، يا أهلا وسهلا حبيبة قلبي. والله والله كاين ناس اللي ممنوع عليهم عدة أنواع من الأكل. اللهم لك الحمد على نعمة السكن، في ناس كتير ما عندهمش سكن. السكن احنا مضرقين من الشتاء، من البرد، من الحر. اللهم لك الحمد عندنا فراش كنعسو عليه، اللهم لك الحمد عندنا غطاء كنتغطاو به. وعليكم السلام يا نور الهدايه، ازيك يا اختي، عامله ايه، كويسه؟ والله والله عندك دار، عندك غطاء، عندك لبس، عندك أكل، وراه ملايين وملايير الناس ما عندهمش هاد النعم اللي عندك. احنا غير هاديك ما عندهاش الراجل، ما عندهاش الولاد، ويك ويك، كتقول لك انا ما محظوظاش، وانا ما عندي زهر، وانا مهمومة، وانا غادي نموت. عباد الله، اهلا اهلا وسهلا ايمان المي، مواحات، لا بس، الحمد لله.
إيمان. هي مشتي الحجم، ها وقال لك كل ما حمدت الله على النعم. هذه واحد القضية انا حتى انا ما فهمتهاش الا في السنين الأخيرة. كتحمدي الله وكتشكري على النعم. دابا اجي دابا دوك اللي الله يحفظ الله يستر كيكون مريض او فيه شي بلوى وكيقول لك اللهم لك الحمد على هذه البلوى هذه ولا على هذا لا يعني انت عاجبك وكتقول زيدني من هذا الشيء انني استحقه. لا انا مرحبا وعليكم السلام. لا قل اللهم غير قدري هذا بأحسن، شافيني عافيني لما يكون عندك ضرر، لما يكون عندك مرض، لما يكون عندك مشكل. اللهم لك الحمد على هذا المشكل. زيد زيد يمك، بغيتي المشكل عاجبك مرتاح فيه؟ لا اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم التي أنعمت بها علي، لكن إذا كان بك ضرر فتطلب العفو والعافية والرحمة من الله. اللهم بدل حالي هذا لحال أحسن. اللهم شافيني، اللهم عافيني، اللهم قدر لي الخير. ها هما كيقول كيكون ديال امه مرة كيقول له ايه هو انا الحمد لله غير خليه. اه ربي يا ليلى داناه يا لداناه لداناه يا ولوله يا ليلى داناه يا لدان لداناه يا ولوله. اهلا سارة ساريطة، مرحبا مرحبا. اللهم امين يا عطر الجنة، اللهم امين. الحجب ياك يغود اولد اولد اول نير يعجبان يام. او كارلا، لماذا احمد ابو النضال ابيض ما بيرد على اتصال ليه اتصالاتي المحامي علي الاسمر؟ وهل راح يرجع يتصل على المحامي وانا اذا ظهر بالفعل؟ لقد سبقتك كرز وكنت اتحدث يا كارلا، ف يلا يا كرز عشان نعمل لكارلا، ما نخليهاش تنتظر. هاتي السؤال الاول يا كرز. كنديرو فيلم مواصفات زوج مستقل ماشي دابا اللي بيجي يطلب. ايوه ان شاء الله، فغادي يكون هذا الفان ديالك. فالكارطة ديالك فرحانة جدا وتتطاير من بين يدي. فنشوفوا مواصفات الشخص اللي ممكن يجي. اول واحد ممكن يس يس الحجم. يزيلو يا يغير كي كيقولوا لها الحاجب. كتعجبني ديك الاغنيه فاش كيقولوا يزيلو يا يغير ربي شمل غيفي، يزيلو يا يغير ربي شمل غيفي، يزيلو يا يغير ربي شمل غيفي، يزيلو يا يغير ربي شمل غيفي. هوكس 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 هوكس. هاي ان شاء الله نشوفوا المواصفات يا حلوه. اهلا وسهلا ليليا، مرحبا 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 مرحبا. ايوا قال لك هذا اللي دابا كيفكر فيك ولا اللي ممكن اللي ظهر لك في هذا الوقت هذا هو راجل بيض وراجل حنطي جوج.
جوج اللي بانوا لك، الابيض مزوج وعندو ولاد ولكن مايل مايل ميل لك، وكاين فين الستيل ديالي؟ الا هو انا حطيته فيه الاستيل اللي بوضح به المسائل. ده شوفي يا اختي، ده الجواز، ده الجواز اللي ممكن يفكر في الجواز الابيضاني اللي متجوز وعنده اولاد، وفي واحد تاني حنطاوي سنجاوي ومنجاوي. حنشوف مواصفات الحنطاوي، يقول لك رجل كده وسيم حليوة، جسمه متناسق، وجهه صغير، عيونه كبار، وحواجبه رفيعة، ونيفه صغير، وبقه صغير كده، وشعره رطب وبيخليه شوية طويل، كلاس، رجل كلاس. اوكي، ورجل يحب المشي، يتمشى يعني رياضي، وصادق في كلامه وواضح. اوكي، وعنده كاريزما وعنده شخصية وكده، كلاس يعني مليوه هدومه، بس إنسان بيدقق في الأمور وبيعرف كل صغيرة وكبيرة، يعني إنسان دقيق في تعاملاته. الإنسان الأبيضاني ده متوسط القامة ومليان، أوكي، إنسان عملي بيحب العمل، لكن إنسان نكدي شوي وبيدقق هو في الأمور. أوكي، إنسان سخي وإنسان يحب العلاقات الغرامية والحب وكده، دول اللي ظهروا. وفي واحد أسمراني يعني بيحاول يتواصل معاك، لكن أنت مش مدياله وش، يعني في الأيام المقبلة ممكن شخص كده جارك، حد من المعارف، أوكي، يبغي يتواصل معاك ولكن أنت ولا أنتش هنا. هاي بيجي بوكس، شاب الوسيم. ايوه يا خينا، في جديد يا بيجي بوكس، باين في جديد. هاتي السؤال الثاني. هاي ار يو ويل، اهلا امين امي، لاباس عليك؟ كل ده كان ليه لما شفت عيني تيرارارارا. بيك بوكس هواوي، واسيل يلي بغاتك هي جاتك، واردوان والهواوي، واسيل يلي بغاتك هي جاتك. قلت لك شوفي ليا على الحنطة كيفاش غادي يعاملني هذا، وكان يصرى بيني وبينه في يكون مناسب وكذا، وكيفاش يعاملني ولد الحرام؟ استني نشوف. نشوفوا هاد الحنطيلة وظهر كيفاش ممكن يكون كيعامل. يشوف عجبتك سيليا، شتك ضحكتي، عجبك الحال؟ منك يا عفريت. انا مين علمني الحب انت، انا مين سهرني الليل غيرك انت، قول يا حبيبي العمر يقول، انا قلبي بك مشغول، قول يا حبيبي العمر يقول بيك انت. انا مين علمني الحب انت، انا مين سهرني الليل غيرك.
انت، قول يا حبيبي العمر يقول انا قلبي بيك مشغول طول عمري بحلم. شوفي يا اختي، جا هنا وانتي هنا، قالك الانسان ده حيكون معاه الفرح والسعادة والتفاهم، والانسان هذا غادي يكون كيحاول يرضيك، يكون عند حسن ظنك، يعني مناه وسعادته لما تكوني انتي راضية عليه، ويعني شايفاه قايم بالواجب دياله على احسن ما يرام، فانذاك يشعر هو بالسعادة، سيكون انسان سخي معك، يعني فلوس ومش حيبخل عليكي، فلوس ومش حيبخل عليكي. اوكي، الانسان ده حيكون يعني فرحان بيكي وشايلك على راسه. اوكي، والانسان هذا ما يقدرش يكون مثلا في العمل ولا خارج البيت وما يتواصلش معك، يعني في الشغل خارج البيت ضروري يعني يرن عليكي ويطمن. الو 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 يا حلوة، الو يا مزقططة، انت كويسة؟ حابة اجيب لك معايا حاجة كده، انا اشتقت لك يا سعل تحت الحساب. اوكي، ممكن يتصل عليك ويقول لك اشتقت لك، ما تدينا بوسة يا اختي، وتدي له انت البوسة على الموبايل. حلو كده، بس يكره الانسان انك مثلا توقفيه او تعملي له بلوكات، او له دي ما بحبهاش، دي ما تعملهاش، دي مش دلوقتي. لا، يعني هو يرضيك يرضيك، لكن لما يبغي عجبتها كارلا عجبتك هذه يا كارلا، يتصل عليك ويقول لك يا حلوة ويغازلك، يتحرش بيك، هذا حبيبك ويتحرش بيك على الموبايل. حلوة يا حلوة انتي، ده انا اشتهت لك والله، حب اسمع صوتك وانتي بتتغنجي عليا، وضحكتك دي الحلوة بترد الروح اسمعها، اعني اكون طاير فوق السحاب، وكل حاجة يعني تكون كويسة وكل حاجة تمام التمام، وبعرف اشتغل. وانت تديري له ديك الابتسامه ديال بحبك يا ولد، ايه، ويقول لك خلاص انت اديتيني جرعه جرعه من المخدر اللي يخليني النهار كله اشتغل وانا مطمن. وليليا، ليليا معانا، طلبت من هي اتصلت على بيجي بوكس، قالت له يا بيجي بوكس يا حلو، ده انا مشتاقه لقبولاتك، فام قال لها تعالي بالاحضان، مش حديكي بوسه واحده، اداها 10 على المباشر. حاضر يا اختي، بعد كارلا. وبيتلزز بيتلزز هو، ما عندوش هو بيج بوكس، ما يديش البوسة يعني كده على الحافي، لا، ايوه بيتلزز فيها، وما بيخليش ولا حتة بلسان كده، البوسة بيتلززها. منك يا ها صباح، ايش ايش لبس عليك صباح، كي دايره صاحبتي كتر من السيمانه هادي غبتي، يا صحيح لاباس، خوفتيني عليك، انا ما بقتش عندي النمره ديالك حيت بدلت البورطابل، ضروري النماري، واش لاباس عليك هذيك القرده، ها العفريته، قلت لك لويزا، ايه ويلي لقد اخطات في الباب، وهي راه كون اخطات في الباب كون خرجت، هي راه مازال مسمره، انا عاجبها الحال، زعما ودارت راسها كتحشم، والله يعطينا وجهك. هبه بن عيسى، اهلا وسهلا، من قبيله وانا نتسنى ما جانيش نوتيفيكاسيون ديال اللايف.
ديزابوني وتعاود تابوني وفعلي الجرس على الكل. دابا غادي نشوف الكاغلا. احمد ابن نضال ما كيردش على اتصالات المحامي. اوكي قلت لك امينه امي، انا بعد ما عندي حتى شي. سول فيها يا بيج بوكس حفظ فصلك. دابا هي طلبت من بيك بوكس بطريقه غير مباشره. قالت لك زعما راني ما عندي حتى شي حبيب. هذيك امينه امي قالك انا راه انا ما عندي حتى شي حبيب. جميل ان شاء الله تلقي عام. هاد العفريت هذا علاش ما كيردش على الاتصالات؟ وحده اخرى هادي انت حنت الشخصيه ديال صباح نبلوكيها. وعليكم السلام يا را، انت صباح انت حلتي الشخصيه ديال صباح اللي كنعرفوها. علاش تحلتي الشخصيه ديالها؟ ما حشمتيش، ما حشمتي، ما استحيتي. نو بلوك. قولي علاش انت حلتي الشخصيه ديال صباح العفريته؟ صابرين ويلكم. سكتات قرات ما عارفين مشات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الصباح المزورة عرفت هذيك لويزا الرادار شداتها شداتها بغات الف هيبان مور كارز. فغادي يكون هذا الفال ديالك يا دعاء. ونشوفو احمد علاش ما كيردش على الاتصالات ديال المحامي ونشوفو شنو غادي يبان بصفه عامه في الفال. علاش درتي انت داك القلب الحل عليك؟ حلها على شي مسلم. هاديك صبري مالك على داك القلب الكحل. يا ناس حبايب ليه الكسوة، يا ناس ما تذكروا ليلتنا الحلوة، فين القلوب اللي اللي رار اللي راري اللي راري اللي ريلا. وهذا المسخوط هذا راه عنده شي مشكل كبير. هذا مشكلة كبيرة. شوفي هذا المحامي، المحامي مازال غادي يجيب لك الحق ديالك، المحامي مازال غادي يجيب لك النصر ديالك، المحامي عينو عليكي، المحامي دا يعني عينو يمدي ولو يكون كبير يعني بيعزك قوي وحتشوفيه بيحاول يعني يبين لك يعني انه مهتم فيك وكده وكده. بس النصر حيجيب لك النصر. لكن هذا قلب وعقل احمد يعني الله يكون في عونه، ده اللي انسان يعني عنده زعل فوق الزعل، اموره معقده، هو مريض غيار، يعني الايام هذه نفسيته تعبانه
زائد في حد نصب عليه أو غشه زائد عنده غيار، يعني غيار مشكل كبير، خسارة كبيرة، والله أعلم شو هي هذه الخسارة. الله يكون نفسيته تعبانة من ناحيتين، زائد الخسارة اللي نزل على دماغه، زائد يعني هو معصب ومش طايق نفسه، نفسه مش طايقها، تيقول يا ريت الأرض تتشق وتبلعني، الله يكون في عونه. لكن انت هنا المحامي بيقول لك مع المحامي لك النصر، فهمتي؟ هنا واحدة يمكن بتشتغل مع شغل دي، انتبهي منها، دي انتبهي منها، لأن هذه الإنسانة ممكن مشاكل، ممكن تعمل لك أسحار، ممكن تعمل لك حاجات مش كويسة، بس ما شاء الله عليك انت يعني محصنة نفسك أو عاملة شيء ما يصيبك ولا شيء. يا أختي بيقول لك واحد أسمراني جاي في الحظ بتاعك، الأسمراني ده حيحاول يعني يعمل أشياء حتى تكوني راضية عليه، الأسمراني ده حاب يجي يزورك في البيت وحاب يقول لك حاجة تفرحك، مازال حيوصلك منه كلام يفرحك هذا الأسمراني. السكن عندك حلو، يعني إذا كنت تستني أموال أرزاق حقك المالي راح يرجع لك، حقوق مالية راح ترجع لك. وفيه نفس العاطفة عندك أشياء جديدة خلال الثلاث أيام المقبلة، يا إما راح تشوفي شخص غاب مدة طويلة أو راح تتعرفي على شخص جديد. والمحامي شايفاه يعني عينه عليك الأيام دي، عينه عليكي، هو ده اللي ظهر. هذاك مسكين الله يكون في عونه، أحمد، الله الله والله والله يا ولفي، لكتب اسمك على كفي مدام القلب بيهواك. كرز، أعطني السؤال الأول. خديديش، ايوا زعما برافو عليك انت يا خديديج، غادي ندير لكم فال عام انت وداك بيق بوقس في الاخر ديال الله يفكروني، الله يعطيكم الصحة وخلاص، راكم عارفين علاش. انه احمد هل مازال يرجع ويحبني؟ اوكي غادي نديرك من بعد هيبة، اذا هي رسلت، اذا ما رسلتش غادي نديرك من مور كرز. قال لكم ارابيك بوكس، وجه البقره لخديجه، قال لها خديجه البقره راه ليك، قالها، قال لك خديجه البقره. بتفرحتوني انت وبيجي بوكس، اهلا ريتاج، مرحبا. فين السؤال؟ حب الملوك؟ هبة مشات، صافي غادي ندير كارلا من مور كارز، غادي نضرب على هبة ونديرو كارلا، صافي نديرو جوج ديال الفالات، الحب الملوك ومن موراها كارلا. اذا كارز ما كاينش، حاخديك انتي حسن، هعمل لك الفال انتي يا كارلا. هذه انتي وهذا السي احمد، ونشوفوا هل ما زال يحبك وهل ما صلح. غادي يكون هذا الفال ديالك كارلا، وهذا حظك مع
قالك هذا بعد مدة ديال 11 يوم غادي تكون عنده بحبوحة مالية، اوكي، لكن في شخص بيهدده، كاين شي حد كيهدده، شوف يا كارلا يا حلوة، يقولك هذا الإنسان بعد 11 يوم ممكن تجيه أموال، في شخص كيهددو. الإنسان هذا ولو يكون داير عليك بظهره، يعني ولو تكون انت هنا وهو هنا ودايرين على بعض بظهره، ولكن الحظ والقدر يجمع بينكم، يعني مازال كاين الجمع بينكم مهما فرقت بينكم الظروف، لكن حيجي يوم تجتمعوا مع بعض، والإنسان هذا مازال يحبك لأن مازال كاين في خط العاطفة ديالك، والإنسان هذا جايته فلوس بعد 11 يوم، وفيه إنسان كيهددو. اوكي، بالنسبة ليك أنت كاين شخص، يا إما يا المحامي يا شخص عنده منصب كبير غادي يعبر لك الحب بتاعه. أيوة شوفي، هو داك الواخر مزوج زايغ، فهنا كيقول لك يا اما هذاك المحامي اللي تلي ظهر لنا قبيله غادي يقول لك كلام غزل، واما شخص عنده منصب هاد ال 12 يوم المقبله يعبر لك على المشاعر وعلى حبه. سمعتي حلوه يا دنيا؟ ايوه، لكن انت قلتي لي واش هاد الانسان مازال كاين في الخطه ديالي، فكيقول لك نعم احمد، مهما الظروف فرقت بيناتكم مازال الحظ والقدر يجمع بينكم، ومازال هذا الإنسان يكن لك مشاعر الحب، لكن هذا الإنسان في شخص بيهدده، وانتي في واحد كده عنده منصب يعبر لك على الحب بتاعه الأيام المقبلة. اوكي انتبهي، يعني في وحدة بتدخل البيت عندك او بتساعدك في العمل او تتعاملي معاها في الشغل، انتبهي يعني تعمل لك حاجة كده ولا كده. بنت الحرام يا بنت السلطان، حني على الغلبان المي. وممكن سي احمد ده حيكلم واحد تاني على الأمور الشغل بتاعك، يعني أحمد حيكلم واحد، الواحد ده حيوصل لك أخبار عن أحمد، أو يقول لك أحمد قال لي يعني عن الشغل عاوزة إيه، ولا ما عرفتش يعني أشياء عن الشغل، كأنه أحمد حيرسل لك شخص تتعاملي معاه، ولا حيقول لشخص تعامل معاها، ولا حيشكرك لشخص عشان يتعامل معك بخصوص الشغل. الله الله يا بابا يسلم عليك يا بابا، الله الله يا بابا يسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا جاوي وبخور يا بابا، الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور. أهلا أهلا ألمة، الله الله يا سي أحمد. بيشكرك للناس عشان يتعاملوا معاكي. وعيني عيني على عشقين، حيارة مظلومين. قالها خديجة البقرة، بنجي نضحك، ما عرفت شنو قالت له، ويقول له والله تنجي نضحك. هاتي يا كارز، ولا عندك الحبيب؟ لو على سلامته على سلامته، وزين اليوم عاد، وهادي ماشي عادته، هادي ماشي عادته، وزين اليوم عاد، لو على سلامته لو على سلامته. مبروك عليك يا اختي، مبروك عليك يا حلوة، عقبال العرس. بيني وبين
اوكي حاضر. أفين ككرز يا اختي فرح. الحين طيب لقاء بينا ده كيفاش حيكون؟ حاضر ربنا يسعدك، ربنا يهني سعيد بسعيدة. كيف سيكون اللقاء الأول بينكما؟ هنشوف. عقبالكو يا بنات، مواحات. فغادي يكون هذا الفال ديالك، ونشوفوا هذا الحيطه كيفاش غادي يكون اول لقاء فين، وكيفاش كيف سيكون. حبيبي كده كده وهوا كده. شوفي يا اختي، اول لقاء غادي يقول لك انا معجب. نيشان حيجيك فيس تو فيس، يقول لك ده انا معجب بيكي. حتكوني يعني فين غادي تشوفيها اول مره؟ حاجه كده حدا امور ماليه، يعني في بنك، في صرافه، في الجيشي اوتوماتيك. سميت الجيشي بالعربية؟ سميتو. قولي لي يا كرش، شنو كتقول لهداك بالعربية اللي كيكون على برا البنك، اللي بتعملي الكود وتحطي البطاقة بتاعك وتسحبي الفلوس؟ آلة السحب. آلة السحب يعني ممكن تكون إحدى آلة السحب داخل بنك، في صرافة، حاجة كده مالية، وزارة المالية. هذاك تما أول لقاء فيس تو فيس، هني أول هضرة راح يقولها لك، راح تكون هناك حيقولها لك نيشان، حيقول لك ده أنا أعجبتي بيكي. صرف الآلي. أيوة حينطق. نعم حينطق، مع انه حتشوفيه يعني العرق يتصبب من رأسه على خديه على رقبته. ايوه حيقولها ومحمر ووجهه مزنق، حيكون يعني بيقولها لان حيشوف نفسه دي اللحظة اللي خصو. يا لهوي ليه بس وانا شفته؟ حسأله اقول له ليه بس، ليه كده، ليه يا واد، ليه عامل في نفسك كده؟ لانه قال لك حيبوح لك بحبه وهو متحفظ، وغادي بحال كانه كان شايل حمل، وقال وحيقول لك والله انا حابب يعني أكلمك في حاجة كده لو سمحتي. حيشوفك يعني حاجة، حيكون شايفك زي أبو الهول، يعني كأنك كده همة وهيلمان. يا لهوي الرجالة بدأت تخاف من النسوة. يا لهوي ايه ده، ليه كده، ليه؟ وانتي في هذيك اللحظة حتكوني يعني يمكن عمل حاجة ومش عاجبك، وغادي تضري فيه وغادي تعصبي عليه في هذيك اللقطة فين غادي تلاقاو. او انتي راه غادي تكوني قبل ما يقولها لك غادي تعصبي عليه، بعد ما عرفت شنو غادي يدير وانتي غادي تعصبي عليه. هذيك التعصيبة اللي غادي تعصبي عليه غادي يقول لك والله انتي حلوة وانتي معصبة، ده انا معجب بيكي. يا ويلي. المهم حتكوني في بنك،
في صراف آلي، في صرافة كده. وممكن يحصل بينكم كده، هو يعني أخذ دورك، ولا أنت أخذتي دوره، ولا عملتي حاجة وتتشدوا كده في الكلام، وبعدها يبتسم كده ويقول لك ده أنا معجب بيك وبشخصيتك. هنا اللقاء الأول، هتضحكي. منك. بيج بوكس دار ديك التحسينة ديال الشينوات زمان. يا الليل دانا يا لدانا لدانا، ويلي هولا يا ليل دانا يا لدون لدانا، يا ويل دانا يا لدون لدانا. قلت لي بعد اللقاء حيصير، حيصير ايه؟ تلاقوا، ودابا عبر لها قال لها ده انا معجب بيكي. اللقاء الاخر شنو غادي يكون من مور هادشي، من مور الشي ده؟ اللقاء الثاني او بعد اللقاء الاول حيحصل ايه؟ غادي تكوني انت هادي وهذا الحنطاوي. بعد ما ندير الفال لكارلا، بعدها راح اخذ الاسماء ديالكم واعمل السحب. انت عندك حاجة كبيرة غادي تفرحي عليها، حاجة جديدة، حاجة جديدة غالية. واحدة ضيفة غادي تدخل البيت ديالك، رجل أسمر بيحبك وحب يلتقي بيكي. بعد اللقاء الأول حيبدأ يحلم بيكي تاني، عاود الحلم، الحلم الوردي. شوفي بعد اللقاء الأول غادي يظن، شنو غادي يظن؟ أنك ما استلطفتيهش، او انه ما عجبكش. هو غادي يحس كانه ما عجبكش، او غادي يكون قلق، غادي يقول ويلي انا حبيتها وبغيتها وعجباتني، وشحال وانا كنتظر هذاك الوقت باش نبوح لها بالاعجاب ديالي، وهي كان ردة فعلها باردة. فهمتي؟ ويرجع يبدا يحلم بيك بالليل وبالنهار، وعاود يقول كيفاش خصني نزيد نتقرب من هاد الإنسانة هادي. حتصعبي عليه الأمور، حتصعبي عليه الأمور يا أختي. ليه؟ ما عرفش ليه. حتكوني مهتمة بشي ثمين، غادي تكوني مهتمة بحاجة غالية جديدة غادي تفرحي عليها. هاد الأسمر اللي ممكن يبان، ردي بالك، إما هو إذا كان مطلق فحلو لأن غادي يكون حبه صادق، لكن إذا ما كانش مطلق غادي يكون حاب الزهو واللهو والاستمتاع. وكاين شخص آخر عينو عليكي أبيضاني، سمعتي؟ وانتبهي في الشغل ديالك، يعني الشغل ديالك انتبهي، يعني كاين الناس اللي ممكن ينصبوا عليك، يستغلوك في شغلك. يعني مثلا الشغل ديالك الا كنتي مثلا كتعاملي بشيكات يعني خودي الضمانة، ما تشتغليش هكاك لله في لله وديري الثقة في الناس. بيك بوكس كيشطح، بغى العرس.
غادي نشوف الكارلا، نشوف انتي والزعيم مولاي الخير مولاي الصام. حيقلق حيقلق، لان حيحس كانك ما استلطفتيش. الفاصل وبعدها اتنين، خلاص اوكي نعملو فاصل من بعد الفعل ديال كرة، وعاد ندير لك الاثنين. غادي ندير كنتي وياه وزينب ونشوف. يا بابا يا ليلى وليلى قالك لا لا هدي وهذا وهدي زينب. ونشوف حظكم مع بعض. أهلا يا نورة، 25 أم عم، واللي عملت ملصقات حب أعمل لها بلوك. مازال يحبك يا حلوة، وفي باله كي يقول الإنسانة هادي راح يجي يوم أعوضها على كل شي اللي واقفة بينك وبين حبكم العفريتة. يعني زينب واقفه لك في الحظ العاطفي بينك وبينه، أما هو بيحبك. شفتي ازاي؟ شفتوا ازاي في لب خاينين؟ شوفي هذا هو، وهذه حياتك العاطفية. هذا الإنسان يحبك، وهذا الإنسان بيقول مع نفسه هذه الإنسانة راح أعوضها وراح أرجع لها الخير على اللي أو اللي حصل مني وسائليها حعوضها. بيحبك لكن متعوسة دي واقفلك على حظك، فهمتي؟ هي وشخص تاني، وجيتي انتي هنا، يعني انتي وياه في نفس الخط والحب بينكم، لكن شخصين واقفين لكم. ما عرفش انا ليش ظهر لك هذا، مين اللي ظهر؟ ما كانش بيظهر قبل، مين ده اللي ظهر؟ هي واحد تاني واقفين خطك العاطفي معه. هنا كاينه امرأة كبيرة في العمر اللي ممكن تكون كتعطيك إشارات نصائح، اسمعيها. وقريبا يعني في اليومين المقبلة هي غادي تكون كتكلم معك على الموبايل، اسمعي ما تقوله لك نفذي. بعد 3 أوقات غادي يكون عندك فرحة مع محامي، مع رجل عنده منصب عالي. 3 أيام أو يوم المقبل فرحة كبيرة، إما مع محامي إما مع رجل عنده منصب كبير. تكوني محظوظة مع هذا الشخص. عين وحسد عليك يا روحي، عين وحسد، وعندك
تغيير تطور، خصوصا يوم الخميس أشياء، يعني غادي تشوفي راسك أنك تغيرت حاجات أو حصلت حاجات اللي هي ما كانتش في الحسبان أو ما كنتيش كتنتظريها يوم الخميس. بشنو خاصة هذا التطور التغيير؟ بأمور مالية، أمور مالية. وبعد 3 أوقات غادي تكون عندك فرحة أو فوز. أوكي يا حلوة يا حلوة تيرارا، هذا ما ظهر في الفال لم يظهر غير هذا الشيء تيرارا، ما بلش حاجة تانية تيرارا، ده اللي ظهر يا اختي تيرارا. وفي هنا في هنا شخصين، يعني جوج درجال حابين يكلموك على شيء ثمين غالي او يوصلوه لك لحد البيت. يقول لك اذا كنت طالبة حاجة كبيرة توصلك للبيت، لما توصل للبيت عايني البضاعة، لان ممكن يكون فيها غش. اوكي، البضاعة هذه خاصة بشغلك. العفارت غادي نديرو كرز، غادي نديرو كارلا، غادي نديرو بيق، خديديج، عطر الجنة، صغا صغيطة، ما جاتش ميرا. ميرا كاينه؟ ميرا كاينه؟ ميرا نو. اوكي، امينه ملياني، ايمان المي، لويزا، أمينة أمي، ورد جوري، يارا هوغاس، يارا هوغاس، يارا حورس هوغاس، هجاس، حنان الحلاوي، نورا 25، ليليا، شكون اللي ما قالتش الاسم ديالها؟ لا يا راي، الا بغيتي على حساب هواك كتخلصي. البنات قلنا كل شيء ياك، الحاضرين قلتهم. فين هريتاج؟ كاع ما كتبان لي ريتاج 1951، فينها؟ لا كرز كتبتها ريتاج، ريتاج اللي ما كتبش، ولكن ما عرفتش شكون فيهم في ريتاجات. ريتاج 1951، يا خدي دير صافي ياك، كتبتهم كاملين. بيلا بيلا اللي ما درتش، عاد دخلت كانت كتطح، انتي كتطح يا بيلا. يلا وغادي نبداو. غادي يكون هذا السحب ديال كرز، كرز كيقول لك ما تديهاش في الاقاويل، ما تديهاش في الهضره الناس،
إذا كنتي كتسني اتصال هاتفي من رجل أبيض فقريبا غادي يتصل بيك هاد الرجل الأبيض. أوكي، ما تنتبهيش لما يقوله الناس، ما تهتميش بكلام الناس. إذا كنتي كتنتظري رد على رسالة أو على يعني طلب، أو كنتي كتنتظري شخص أبيض يتصل بك، فغادي يكون هذا الاتصال أو هذا الشخص غادي يتصل بك. كاغلا كاغلا كيقول لك هاد الأيام غادي يكون عندك صرف أموال، وكيقول لك ما غاديش تكوني كتعرفي تدبري الأمور المالية ديالك، يعني غادي تكوني كتحطي فلوسك في أشياء ما تستاهلش، في أشياء ما تستاهلش، وتندمي من بعد علاش حطيتي فلوسك في ديك الأشياء. بيج بوكس كيقول لك الرياضة يا صاحبي، الرياضة الرياضة الرياضة. عندك فلوس جاياك، فلوس كتيرة، وهاي هاي 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 على الشاب الوسيم. ايه وقول واش بديتي تحب انت، حيت تبين لي هنا راحة بال من الناحية العاطفية، عاطفة تما كتقشقش ليا هكا كدير بيك بيك، يعني عندك أمور عاطفية رائعة في نهاية هذا الشهر هذا، وعندك فلوس، وكيقول لك تريض تريض، يعني اخرج تمشى في الأماكن المفتوحة في الغابة على شط بحر الهوا كده، يعني انتي خدي ديج خدي ديج. كيقول لك عندك نهار الخميس حاجة اللي غادي تفرحي عليها. كاين كذلك بشارة خير نهار الخميس او هاد الخمس ايام، وعندك حضور وليمة هاد الخمس ايام او نهار الخميس. صلح لما تشم عطر الجنة، عليك عين وحسد. كاين عندك هنا صلح شي حد مخاصمه معاه سواء كان انثى او ذكر، عندك صلح من هنا اليوم الثلاثاء، او لقاء غير متوقع مع شخص سواء كان ذكر او انثى. وعندك هنا اهتمام، نعطيك الاحتمالات، اما غادي يكون عندك اهتمام بالصحه ديالك، بالرشاقه، بالجمال، بالنظام الغذائي، او غادي تكوني مهتمه بتغيير ديكور البيت او اصلاحات في البيت. سارة ساريتا سارة ساريتا كيقول لك الفال، غادي تكتشفي امور جديده، ورجل اسمر كيبغي يقرب منك، ولكن كتصديه انت بطريقه النقد، يعني انت انسانه كتنتقدي بزاف، نكاديه وكتدققي في الامور. أمينة ملياني كيقول لك غادي تكوني مهتمة بالأمور الخاصة بالسكن وبالعائلة. كيقول لك مثلا انت الا كنتي باغية تكري ترهني تشري، ردي بالك ممكن شي حد يدوخ عليك بخصوص العقود والأوراق. إيمان المي كيقول لك تصالحي تسامحي وصلي الرحم. أوكي يا هبة بن عيسى، تصالحي تسامحي وصلي الرحم. عندك الغايب غادي تشوفيه، او عندك تعارف مع انسان او انسان جديد، وعندك فرحة كبيرة، يعني في هاد العشر ايام او في هاد الاخر ديال شهر 11 كاينه عندك فرحة. لويزا كيقول لك غادي تكوني جذابة وفاتنة، طايح عليك السر والملحة وكل شيء، الرجال تابعينك موراك. قال كاين واحد الرجل حينطي كيفكر فيك، عندك معاه لقاء او عزومه او لمة شمل، وكذلك كاين هنا عندك لقاء مع الا كنتي عامله او موظفه ولا، فممكن يكون هذا تفتيش عندك، يعني ممكن مفتش في العمل، او اذا كان من الناحيه العاطفيه فهو انسان ذو منصب عالي. أمينة أمي كيقول لك هنا عندك جوج درجال منتبهين لك، إلا كنتي موظفة أو عاملة أمينة أمي فهما معاك في العمل. فكاين هنا رجل أبيض اللي كيحبك وكاتم الحب ديالو، وكاين شخص حنطي اللي باغي يتلاقى معاك أو باغي نقاش معاك أو باغي يهضر معك. وإذا كنتي عاملة أو موظفة عندك أمور جيدة في العمل أو في الوظيفة ديالك أو في الدراسة.
ورد الجوري. ورد الجوري كيقول لك إنسانة أجنبية أو في البلد البعيد غادي ترسل لك هدية كبيرة أو عندك معها نصر. يارا يارا كيقول لك عندك سفر هذا الأسبوع هذا من مدينة لمدينة وغادي تزهري على هذا السفر هذا، وكيقول لك كذلك غادي تكوني محظوظة بحضورك حفل أو سهرة. حنان الحلاوي، حنان الحلاوي كيقول لك ردي بالك ممكن تعرضي لأسحار هاد الأيام، أما من الناحية المالية فأمورك جيدة والفلوس اللي كتفكري فيها أو محتاجاها غادي توصلك. نورا 25، نورا 25 كده 25 عندك شراء شيء ثمين أو حصولك على هدية كبيرة، وعندك اتصال هاتفي من إنسانة مدة ما هضرتش معك. ليليا، ليليا عندك تغييرات وأشياء حلوة هاد الأيام، وكذلك عندك فرحة كبيرة عاطفية أو مفاجأة عاطفية. ريتال 951، كاين هنا انسان اللي غادي توقف بجنبك وغادي تكون كتعرض عليك اشياء او كتقترح عليك اشياء، فاستغلي الامور اللي كتعرضها عليك هاد الانسانة، وكذلك غادي تزهري على سفر من مدينة لمدينة، او اذا كنتي انت مهتمة بعمل على النت فغادي تكوني ناجحة فيه، او هاد الايام غادي تشوفي ناس كتواصل معاك بزاف او كتسأل عليك بزاف. بيلا كيقول لك راجل ابيض مازال غادي يعطيك فلوس او غادي يجيب لك هدية وكيفكر فيك ليل ونهار، ومازال غادي تستفدي منه الكثير، ولا كان عندك شي حد كيحبك ابيض فراه طاير بالفرحة لانه معاك. اهلا جيكاي غونا، غونا وغونا والمرضية غونا دو لاكي كارد تيل يو اباوت بيبر سيرتيفيكيت اف يو ار تايرد اور يو جو تو ذا دكتور about your healthy you have anything dangerous ويلي ويلي على الانجلي and you have شنو هي المفاجأة بالانجلي، شنو هي المفاجأة، خدي دي بيج بوكس سيربرايز، you have surprise of your live love yes ويلي ويلي على اللايف يي no problem Arabic. عندك اوراق طبيه او تحاليل طبيه خاصه مثلا الرحم، مناطق حساسه صدر او كلي، راح تعملي تحاليل لكن امورك جيده ما فيش مشكل طبي ما فيش مشكل. ويقول لك عندك مفاجأة عاطفية خلال يومين او من الان الى يوم الاثنين المقبل. اوكي مفاجأة راح تفرحي عليها عاطفية. وتعالي وتعالي رجعنا في العالي، هادي وكيلة، هادي وكيلة دورة ديري دوارة، اه هي عربية وكتدخ علينا ياك يور ويلكم كرز كرز ترينسليت فور يو. ناو ورد الجوري غادي نديرها لكم بعد ما نسالي القراءات المدفوعة. ورد الجوري النية ديالو هاد الأيام غادي نعملها لكم بعد ما نسالي مع كرز ومع هيبة.
حاضر، فكريني فكريني بس، غادي نديرو هنا فاصل من مرهيبة، غادي ندير فاصل وفكريني في الفاصل هنا نديرو النية. اوكي يعني كنسى. حب الملوك السؤال، عفوا. يمكن كاينه كرز، كرز كرز انا واش حيكون بعد اعتراف حب وعلاقه من باب الباب، نسي نشوف واش غادي يكون بعد الاعتراف حب وعلاقه ولا هضره. بعد الاعتراف واش غادي تطور العلاقه ولا لا؟ هادي انتي، وهذا واش بعد الاعتراف غادي يكون لقاء كلام؟ يكون كلام قلبه حيبقى معاك. ها هو ده غادي يبدا يجي يحوم حوالين البيت. يا اختي يا اختي سماليتيني سماليتيني، يا اختي يا اختي يا اختي سماليتيني سماليتيني، يا اختي يا اختي يا اختي سماليتيني وحبه. شوفي يا اختي، هو في الاول كي قلنا غادي يحس كانك مش مهتمه او مش عاجبك، وغادي يكون متردد وغادي يكون حائر، مع انه هو رايد المعقول ورايد الاستقرار والزواج ومستعد ماليا وباغي يظهر ويفرح معاك. الانسان هذا لا يا اختي حيكون كلامه، حتديله الورقة اللي مكتوب عليها رقم موبايلك، وحيبقى يتصل عليك وحيعرف بيتك فين، وحيبقى يحوم حوالين البيت وانت تطلي عليه من الشباك والبلكونة وكده، وتشاوريله وترميله الورقة من البلكونة، وهو يرميلك الورقة من يعمل فيها حجرة يا كده ويرميها للبلكونة عشان تقريها. اه زي افلام الكلاسيكي بتاع زمان. ايوه هيدردح، شفتيه هو هنا ودي العتبة، هيكون بيحوم عليها ويتصل عليك ويقول لك الله يخليك يلا شوفي شوفي بس بس طلة بس اشوف اشوفك بس اشوفك اشوفك ثواني ثواني يا حلوة ثواني. كارلا كارلا بعد الفاصل يا كارلا، بعد هبة والفاصل. رضوان شنو غادي نقول لك؟ وي هاي ايوه ايوه السؤال الثاني،
أهلا أهلا، عالم أم فداء. أنا وي كده في عبارك يعني كي حيكون غيران. أيوة، يا أهلا وسهلا يا أم فداء. كيف غادي تكون العلاقة؟ واش غادي يكون حب وغراميات وكلام وحنية ورومانسية؟ أيوة زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني يا أحلى امرأة بين نساء الكون، أحبيني إن كنت تريدين السكن أسكنتك في ضوء عيوني حبك. قالت أنا لا، هذا الإنسان راه رومانسي ومحب، ولكنه يريد المعقول يا حياتي. كيقولك هذا الإنسان كيعرف يقول كلام حلو وكلام حب وكلام غزل، ولكن الأشياء هذه يريدها في الحلال. لما تكوني معاه في شقة واحدة لوحدكو مش زايغ هو، يعني في البداية هو هذا الإنسان ما يبغيش يطول في العلاقة، يعني أقصى حد شهرين. يكلمك على الموبايل، يحب يكلمك على الموبايل، ولكن الكلام راح يكون كده يعني موزون وحب يعني كده على الخفيف، أوكي، وحب على الخفيف، مش يعني قلت لك غير يزوغ أوكي، يعني كده كلام لطيف وحلو ومؤدب وكده. لكن الرومانسية والحب والغرام واللي منه والفرفشة والضحك واللعب ده حيكون بعد الجواز. مفيش يعني خروج عن الخط الأحمر قبل الجواز، ده يعني دغري بيحبش وغيور جدا، بيغار. يا اختي، ويا ويلك يا سواد ليلك لو يشوفك كخ 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 مع الشلة، يعني كده يكون كده شايفك في مقهى، في مطعم، في مكان يعني، وانت جالسة مع الشلة بتاعك كخ 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 كخ، حيعمل لك فيها بلاوي. ليه جلسة كده وليه بتضحكي بالشكل ده وما تبقيش تجلسي مع الناس دول ومش من مستواكي؟ وانا ما بحبش البنات اللي حمش هيوريكي النجوم في عز الظهر، حمش. اش دابا درنا لك جوج فلات ولا دابا درنا لك جوج فلات ولا غير واحد؟ والله ما عقلت واش دابا درت لك جوج ولا واحد، كدوخوني. قلت لها الفيلم زوين قريدان كي كاميري، قلت لك سوسن الزمر. ها ويلي ويلي، علاش سميتي راسك الزمر؟ درت لها جوج. دابا غادي ندوز لهيبة. شكرا خديديش. ايوا، علاش سميتي راسك الزمر؟ واهلا بك مشتركة جديدة. نعود نزيد زوج اخرين من مور كارلا، عا نزيدك جوج من مور كارلا. دابا هيبة، علاش سميتي راسك الزمر؟ هبة مشات دابا ترجع، اذا هبة ما كايناش، نديرو كارلا. معدل
ولكني مضاوي. انتي منين؟ من الكويت. تعرفي احنا الزمر عندنا شنو هي؟ يا مضاوي اهلا وسهلا بيكي. بس تعرفي احنا في المغرب من اليمن، يا اهلا وسهلا باهل اليمن، يا مرحبا. بس احنا عندنا الزمر هي لما حد يعصبك وما تكونيش طايقاه يعني، وتقولي له سيرة الزمر ما تعاودش تدور بيا. الزمر هي زعما شي حاجة قبيحة جدا عندنا، يعني واحدة منكدة عليك ومش طايقاها وحابة تخنقيها، كتقولي لها روحي يا الزمر، سير يا الزمر بعدي مني. فاحنا سوسن الزمر دابا لما قلتي لراسك سوسن الزمر كأنك زمرتيها على راسك. خليكي معانا يا سوسن وحسحب لك الأوراق، خليكي لما أخلص القراءة مع البنات. إذن هبة ما كايناش ياك، كارلا كاينة؟ كارلا يا الله مضاوي الزمر غادي نسحبو لك. احنا ما كنهضروش على القرآن، احنا كنهضروا على اللهجة ديالنا احنا. ها هي دي كاينة، كاينة هبة. واخ الزمر، سوسن الزمر، كاين راجل سمر اللي غادي يدخل العتبة او للبيت ديالكم، وعندك كلام مع مقاول او سمسار بخصوص بيع شراء كراء او رهن بيت. اوكي، اذا ضيف اسمر حيدخل البيت متاعكم، وعندك كلام مع سمسار مع مقاول بخصوص بيع شراء كراء او رهن. قالت لي شوفي واش وصلك في الواتساب. عشنا وصلني في الواتساب؟ اش وصلني في الواتساب؟ راه كاينه تما شي ورقه وصال، كاين تما شي حاجه. باش ما نحلش. كاين شي حاجه تما، ولكني راكي صيفطتي هنا، صيفطتي هنا، صيفطتي هنا جوج قراءات. دابا هادي غادي نضربها للسقا مع الحيط. قالت لي لمن كانت كتقرا. يا ويلي واش نت في شعري، نت في شعري دابا. كنت كنعيط باسمها وكنقول لها الفلك، وكتقول لكم لمن كانت كتقرا، حيت من الصباح وانا نحاول حمقني. هي دابا غادي نديرو لك هادو دابا اللي صيفطتي هنا جوج، ندير لك مع داك العفريت الاسئله بجوج، هم مع داك العفريت. كارلا هبه راه سابقك فما كانتش، فعيط عيط لك ما جاوبتيش، هي قبل منك، هبه قبل منك. اوكي هانتي شوف دابا باش ما تقولش كارلا، راه هانتي راه كانت كارز هبه ياك، وقلنا نديرو فاصل وعاد انتي عاد كارز، قلنا نديرو فاصل ودابا ما غادش ندير الفاصل، غادي نديرك ندير الهيبه جوج فلات. فشوفي هيبه راه ما غادش نوقف، ما غادش نشوف الشاشه، ما غادش نشوف الشاشه، غادي ندير لك جوج فلات على داك المغضوب عليه. غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحظ ديالك، ان شاء الله يكون خير.
العفريت كيبغيك. وشوفي راه كاين بيناتكم ناس اللي كيدير لكم اسحار او بلوكات، فهمتي؟ كاين. شوفي يا اختي دابا هذا الراجل هذا كايحبك، مازال غادي تجيك منه فلوس، وهذا الراجل هذا حاير متردد ما عارفش شنو يدير، وهذا الراجل هذا بقلبه بعقله بالجسم ديالو كيشوف الناحية ديالك وكيقول يا ربي اهدي لي هاد المرأة، يا ربي ما تبقاش تنكد عليا، يا ربي تكون سهلة في التعامل، يا ربي تغير داك التفكير ديالها، وحق الله انا باغيها عرسة من جديد. وانتي كتقولي يا ربي بعد علينا الحسد، يا ربي بعد علينا البلوكات، يا ربي بعد علينا الاسحار، يا ربي نرجعو انا وياه كما كنا في اول مرة. حيت راه كاين اسحار يا حبيبة قلبي ومهجتي عليكما، فهناك اشياء تربط بينك وبينه قوية جدا، انه الحب يا حياتي، فهمتي؟ دابا انا راه ما تنشوفوش بعيد، انا تنشوفو قريب. ها هو وكيفكر في عائلته بزاف، هاد الزمر شاغلين له باله، ولاد الحرام وكياخدوا له فلوسه الله يعطيهم السم. هاد الانسان هذا راه النية ديالو هي الاستمرارية معاك، هي يعيش معاك العمر كله، تبقي انت هي الزوجة، سمعتي؟ انت هي ام ولادو، انت هي شريكة الحياة ديالو العمر كله، يعني المجرمين ولاد الحرام. واش هادشي دابا اللي بان بينك وبينو؟ دابا هنا كيقول لك، كينصحك الفال، كيقول لك ديري شي شغل من الدار، راه واحد المرة غادي تقترح عليك شي مشروع، ديريه معاها، شاركي معاها، ديري شي شراكة، ديري شي اتفاقية مع شي وحدة، واخا يكون خدمة على النت، بيع وشراء على النت، ديري شي حاجة. هاد المرة غادي تقترح عليك شي عمل غير من الدار ولا حدا الدار، انطلقي اعملي فسيرى الله عملكم. صافي، حيت عندكم نفس السمية، داكشي باش حسيتيها بحال الى ليك. وما انا شاي، ما انا شاي معاك يا راني، ما انا شاي وما نشرب الشاي تنشوفو جاي، هاي هاي. غادي نعاود نشوف لك معاه مره اخرى، غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحظ ديالك معاه، ونعاود نشوف. قال لك لا، راه العين والحسد على الدار ديالك. ودابا انتيا مجوجه وهذا الراجل الابيض اش كيدير؟ حتى هو كيبغيك، اش بغى دابا هذا؟ ماشي هذا خصنا، واش كاين شي جارك تما كيتبعك؟ يا ويلو استغفر الله. شوفي انا غادي نعطيك دابا الاحتمالات، اسمعيني مع راسك، اسمعي انتي رجلي الامور اللي غادي ندير نقول لك بداكشي اللي عندك. المهم دابا راجلك راه كايبغيك، وقريبا غادي تلاقي انتي وياه وجه فيس تو فيس، وجه لوجه، فهمتي؟ وتنتي كتحبيه، كاع ما تبقاي ديري ليا ديك ديال والله ما بقيت كنبغيه وكذا، وكتبغيه. سكتي سكتي ما تهضريش. دابا نقول لصحاب اليوتيوب يديروا لنا المايك باش تبقاو تطلعوا، داك الساعه انت الاولى هبه بن عيسى، انت اللي غادي نعطيك المايك الاولى تطلعي تهضري معايا. اش دار لك؟
شنو اختي بغي راجلك؟ راه حلالك هذاك، كتحبي راجلك؟ ها هو راه قال لك قريبا غادي تشوفيه وجها لوجه، راه مسكين كيتدار ليه تخن دلست، شفتي؟ ها هو ده عاود السحر، وراه ما كينعش، راه داك السحر ما كيخليهش ينعس. وهذا الراجل باغي يظهر معاك وباغي يفرح معاك وباغي يقول لك اسرار وهضره وكلام، وعنده بزاف الحوايج باغي يقولهم لك، غادي يجي غادي يسرسب عليك قاع داكشي اللي ما كتعرفيهش يقولوا لك، يعاود لك من طقطق للسلام عليكم، شنو دار وشنو ما دارش، اللي دارها واللي ما دارهاش يبعبع عليك تما، كلشي داكشي يتقرع عليك. ها هو دابا انتي مزوجة، ولكن يا الراجل اش كيدير هنا؟ هاد البيض هذا اللي كيحبك وكيشوف لك، ها البيض كيتجس عليك وكيراقبك وكيشوف لك وكيعرف راجلك. دابا المشكل هذا احتمال، هذا احتمال، احتمال تاني ولكن لا اظن ان راجلك ممكن يرسل شي واحد يلعب عليك، يعني يجي الصناب، لا لا اظن ذلك، لا اظن ان هذا الراجل ديالك ممكن يرسل شخص يقول له حوم عليها، شوف لي هذيك المرأة واش خفيفة ولا ظريفة، فهمتي؟ ولكن راه كاين واحد حط عليك العين وكيتجس عليك وكيراقبك ومازال غادي يهضر معاك. هاد البيض هذا يلاه وحيديها له انتي من فمه. اشنو قلتي؟ اشنو ظهر لك؟ ها انا غادي نشرح لك سوسن الزمر. شوفي هنا البث المباشر ينقسم الى جزئين، الجزء الاول هو المرحله الاولى، ما شنو غادي نسميوها، اولا اذا كنت تودين الحصول على فعل على حسب سؤالك الخاص فضروري أن تدفعي مبلغا رمزيا وقدره 5 دولار أو 5 أورو أو ما يعادلها بعملة بلدك. كيف ذلك؟ إذا كان لديك حساب بنكي وعندك، شنو سميت لابليكاسيون كتمشي لي، وعندك في لابليكاسيون اسميتها البنات، شكرا خديجة، وعندك التطبيق نتاع البنك الذي تتعاملين معه في الموبايل، فيمكنك أن تدفعي ذاك المبلغ. ها أسفل الشاشة على اليمين لاحظي هنا، دابا درت بحال دوك المعلمات، أسفل الشاشة على اليمين لتحت هناك علامة الإس دولار، بلاتي هبة بن عيسى، هبة بن عيسى هاد الشي اللي قلت لك وقلتي لي صافي وحدة أخرى، شتي شنو غادي دير لك؟ وما غاديش تقولي لها صافي، وغادي تقولي لها شكرا ومن القلب. أنا نقول لك شنو غادي دير لك، غادي تسولي هذاك السؤال غادي دير لك بحال هكا، نعم في رجوع، وغادي تقولي لها الله يرحم والديك وعلى راسي وعينيا. انا كنطلق الكارطه وكنشرح لكم وكنوريكم، فحتين غادي نبقى نقول لك اشنو قلتي لي، واش غادي يجي؟ غادي يجي، كاين صلح مع ما نبقى نعذب كاع على راسي، نبقى نطلق ديك الكارطه ونبقى نقراها. فقلت لك يا حبيبة قلبي يا سوسن، أسفل الشاشة على اليمين الإس دولار، كتضغطي عليها وهي بتوديكي للمكان اللي تضغطي فيه على المبلغ اللي قلت لك، بيظهر عندي أنا وسط الشاشة، وبعدها بعمل لك الفعل على حسب سؤالك. لكن بالنسبة للبنات اللي لا يمكنهم ذلك،
فضروري الحضور يوميا معي، أنا أكون على الفال بالليل يوميا. التفاعل ديالهم، التواجد ديالهم معي على اللايف بين فترة وفترة كنعمل لهم فالات، سحب أوراق حظ، ماشي على حسب السؤال ديالهم، على حسب ما اختاره الكارت لهم. صافي كارلا، أتسمحين باش نديرو لهم الفاصل ولا ندير لك الفال؟ انتهى. اوكي، فالبنات العنوان كان هو النية ديال الحبيب، الخطيب، الزوج او الطليق، شنو هي النية ديالو في الوقت الراهن ليك، شنو هي نيته تجاهك. فانا غادي ندير فعل جماعي وغادي نهضر على اللي عندها البيض، اللي عندها السمر، اللي عندها الحنطي، اللي عندها قصير طبعا. المهم انا غادي نهضر ونقول لكم كل واحد شنو بانت النيه ديالو. فنشوفو النيه ديال الشخص اللي انتي كتحبيه. Yes, I ask him, I ask her if I can take a lucky card for the girl. He said that's okay. After after غادي ندير لها الفال. البنات هنا اللي كيهمها شخص حنطي متوسط القامة او طويل، هاد الانسان صادق معك وصريح وباغي معك اشياء جديدة، والنية ديالو انه يكون عنده ولاد معك، والنية ديالو الاستمرارية، والنية ديالو الا كنتي مخاصمة الرجوع والصلح. النية ديالو هو انك تعيشي معاه الحب الحقيقي، ما باغش هو الزيف والغش في الحب. اوكي، فهاد الانسان هذا اللي قلنا حنطي متوسط القامه او طويل، اذا هاد الانسان النيه ديالو هو انه يكون صريح معك، انه يكون وفي. هاد الانسان باغي معك حاجات جديده، هاد الانسان الا كنتي مخاصمه معاه النيه ديالو الصلح، هاد الانسان باغي الاستمراريه معك، هاد الانسان باغيك تحبيه كما هو كيحبك، ما يبغيش انه يجي وقت تتخلي عليه او تخونيه او تغدريه او تحبي حد غيره. هذه هي النيه ديالو. هذا الانسان واخا كيرد عليك بالظهر كتبقاي دائما في قلبه وفي عقله. بالنسبه للحنطي اللي هو قصير، هذا النيه ديالو هو انه يسيطر عليك، انه يحكمك، انه يشويك الى زغتي، فهمتي؟ هاد الانسان هذا كيبغي يغيرك، يعني باغي يعجنك على يدو، هذه هي النيه ديالو، يخبزك يعجنك على يدو. هاد الانسان باغيك غير ليه، ما يخليكش مثلا لا صداقات ولا عائله ولا تعارف ولا، يعني بغي يحبسك، بغي يكاليك في واحد الكوان هنا في الكورنر تما ويربيك على يديه. هذه هي النيه ديالو. دابا غادي نشوفوا النيه ديال الابيض اللي هو قصير. الابيض اللي هو قصير نيته فيك انه تيق فيك لواحد الدرجه كبيره، يعني هذا الانسان ديري اللي بغيتي كيقول هذا الانسان انا تايق فيها. هذا الانسان هذا النيه ديالو هو انه ميخليك محتاجه لولا شيء، النية ديالو هو يعطيك الحب، يعطيك الحنان،
ما يخليك ناقصة ولا شيء، يعيشك في الرفاهية. نيتو يجيب لك هدية كبيرة، نيتو يعطيك فلوس قد ما بغيتي، نيتو الزواج. اوكي، اذا ما كنتيش مزوجة. بالنسبة للابيض اللي هو متوسط القامة او طويل، هذا مسخوط، هذا كيهضر معاك وكيهضر مع واحدة اخرى، هذا نيتو الغدر الخيانة، يعني شد بك. ستون يعني فاش ما كيلقى مع من يهضر او مع من يكون، فهنتي كاينة، انتي حطك، يعني انتي بحال شي لعبة، لعبة هي دي كيلعب بك كيما بغا، ولكني النية ديالو الخيانة، يعني يخونك، هذا يمشي مع وحدة اخرى. اوكي، باسل زايغ في الدودة. بالنسبة للأسمر اللي هو متوسط القامة أو طويل، هو نيته صافية وقلبه بيض، ولكن النية ديالو هو يعطي الوقت للأهل ديالو، يعني بحال إيه أنا راه تيق فيك وكذا، ولكن راه العائلة ديالي هي الأولى، العائلة ديالي هي الأولى، الوالدين ديالي هما الأولين، انتي الدرجة الثانية. أنا معاك بنية صافية وقلب صافي، ولكني ما تبعدينيش على الأهل ديالي، راه هما الأولين وانتي من بعد. والنية دياله هو حس براسه، يعني هذا الإنسان هذا عاجبه حاله، انتي اللي كتكوني كتبعيه، فقد ما تبعتيه قد ما تيهرب. كيقول هاد الانسان راه تبعاني تبعاني، فبلا ما نبقى عاد نكبر بيها ولا نطلع لها، هي راه تابعاني تبعاني، فخليني نديها في العائلة ديالي. فإلا بقيتي تابعة ودايره ليه الشان والهمة، يرضع والديك، واخا هو انسان طيب وكذا، فانتي مضمونة، كأنك مضمونة، فهمتي؟ النية ديالو انه دائما كيبغي يدقق معاك في الامور، او كيبغي يطلعك. النية ديالو ما يبغيش انه تكوني مخبية عليه شي حاجة، فكيقول بك هاد الانسان، كيبقى ينسيك، ماشي كيقول بك، كينسيك ويعاود ويسولك باش يعرف واش انتي كتخبعي عليه شي حاجة ولا ما كتخبعي والو. دابا داك السمر القصير، هذاك السمر القصير، هاد الانسان هذا شكاك، يعني كيشك فيك، العلاقة بينكم فيها شوية ديال التردد. اوكي، هو كاين في الخط ديالك ولكني يتردد، النية ديالو هو يختبرك. هاد الانسان ممكن كيتجس عليك على الموبايل، ممكن يرسل لك شي حد يهضر معاك باش يطلعك. ف هذا الأسمر القصير، النية هو الاختبار، أنه يختبرك باش يعرف واش غير هو اللي عندك، ولا بتلعبي بديلك، ولا كتفرفري، فهمتي؟ ونيتو يزيد يفهمك أكثر، نيتو أنه يتعامل معاك بمختلف، شنو بغيت، ما كتجينيش المفردات، يعني يدير معاك جميع المواقف باش يعرف ردة الفعل ديالك. النية ديالو هو انه يزيد يختبرك، بحال ما عارفكش مزيان، مثلا يعصب عليك ويشوف ردة الفعل ديالك، يمنعك من شي حاجة ويشوف ردة الفعل ديالك، يقمعك ويشوف ردة الفعل ديالك، يغضب عليك ويشوف ردة الفعل ديالك، يكون سلطوي عليك ويشوف ردة الفعل ديالك، يعني يختبرك في جميع الأشياء، يشوف ردة الفعل ديالك. ايوا صافي، عجبتكم الحاجية، هي راه ساليت، صافي سالينا. هتقولي عاود تاني، ايه ولا لا، زيدينا شي شوية، زيدي طولي شي شوية في راه هضرنا على الابيض المتوسط والطويل، هذاك اللي كيكون متوسط او طويل راني هضرت عليه.
هل زينب بنت ندى حينية تراقبني على سناب شات وما ظهر لي مع المغضوب؟ حسنا، هل تراقبك؟ حسنا، عفوا، اللي ما عندها حد دابا نعاودو نشوفو لهذوك اللي ما عندهم حد. فكروني، قالتلي ليا البيض زايغ خانز. لودي، حسنا يا لودي، لودي لودي، السؤال ديالها نواياه. اوكي، نشوفوا النوايا ديال طليق. حسن، لودي غادي تسناي، لان كاينه كارلا وكاينه كرز وعاد انتي. كارلا سؤال واحد وكرز سؤالين، عاد انتي ندير لك السؤالين ديالك. اوكي، اذا قلنا غادي نشوفو هذه واش كتجسس عليك وما سيظهر في الفعل. تمام، فغادي يكون هذا الفعل ديالك. نشوفو واش كتجسس عليك. نشوفوا على هاد الأيام أو في الوقت الراهن شتي هاد العفريت هادي مكرهاش تجس عليك، تجيلك البلاصه فين انتي كاينه. شفتي هادي، هادي راه ما كرهاتش كون تعرفك فين ساكنه تجي حتى لعندك. ها ما كرهاتش انتي، هادي ما تكرهش. والتجسس نعم كاين، كتبغي تسمع، كتبغي تسمع الاخبار ديالك، كتسال عليك بزاف او كتبغي تعرف الاخبار ديالك. قلت لك هادي راه ما كرهاتش كنت تعرفك فين ساكنه تجي تبقى الدور، عاد تبقى تقلب تقلب هادي تتعرفك فين ساكنه، واخا تكوني انتي في بلاد وهي في بلاد، غادي تقول ندير المستحيل باش نمشي لديك البلاصه اللي كاينه فيها كارلا. يلا شوفي الناس قلت الشغل، ما عندهم شغل. سمعتي؟ فكيقول لك انتي غادي تعرفي اسرار وخبايا العمل، و70% غادي تكوني مرتاحه في العمل. رجل حنطي غادي يتصل بك، كنتي مخاصمه معاه او كان بيناتكم شويه غيار، هاد الحنطي هذا قريبا غادي يتصل بك وغادي يقول لك اخبار جديده. كذلك مازال هاد الانسان غادي يخبرك على ارساليه، كانه غادي يرسل لك حاجه من البلاد البعيده، او انت سالتيه على شي حاجه عندك في البلاد البعيده غادي يقول لك لكن النصر في الشيء الذي تطلبينه من البلد البعيد. بعد 3 اوقات غادي يكون عندك نصر وفرحه على البلد البعيد، ومازال غادي يكون عندك استقرار في بلد غير البلد اللي انت فيه. يعني هذا الاستقرار غادي يكون بعد 3 اشهر او شهر 3 2024، والله اعلم. يقول لك الفال في الحدود، حدود ماليه، يعني من ناحيه الاموال حدث ولا حرج، عندك مصادر مختلفه للحصول على اموال او مصادر غير متوقعه. فالفلوس ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك، مفاجاه ماليه رائعه.
هنا بالنسبة للعاطفة، ما شاء الله، اللهم كثرهم، الله قولي انت اللهم آمين، اللهم كثرهم، اللهم كثرهم، قولي يا رب اللهم آمين. هناك الرجل الأبيض الذي يحلم بك ليل نهار، وهناك رجل صاحب منصب، وهناك رجل حنطي، وهناك رجل أسمر. يا سلام، يس، وقريبا سيطلبك هذا الرجل الأسمر للزواج. قولي لي ما بغيتش العنطيس، ما بغيتش العنطيس. فهذا الرجل هذا اللي هضرنا عليه الحنطي اللي غادي يهضر معاك، داك اللي قلنا قبيلة، حتى هذا كيبغيك، هذا كيبغيك، غادي يساعدك في انتقال او تغيير من مكان لمكان. الرجل الابيض كيظل يحلم بك ليل ونهار، صاحب منصب عالي كيحب، كنتي دايره عليه بالظهر وما عطياهش وقت او مش منتبهاله، والرجل الاسمر كيحبك وغادي يطلبك للزواج. مبروك عليك يا حلوه يا اختي. تعالي يا كرز، تعالي يا حب الملوك. قلت لك لويزا زلقت السهم، الله يعطيه ضربة، ما عرفت شنو طلع لها، طلع لك خاين، انت اللي طلع لك كيخونك، النية ديالو هو الخيانة. قولي قوليش المغضوب احمد. هذاك الابيض، ايوه ما عرفتيش، راه قلنا لك الابيض يحلم بك عندما يضع راسه على المخده. انا والمدمن الحنطي، واش يسرى زواج يطلبني؟ يا غادي نشوفو، غادي نشوفو هل غادي توصلوا للزواج. ما انتبهتيش، ما انتبهتيش يا كارلا، لما قلنا الابيض يحبك و يسهر الليل يفكر فيك. دابا شتي ملي كنكون كنقول لكم الفال كتنعسو، ما كتنتبهوش، علم الله فين كيكون عقلكم، غير كنجمع الكارطة عاد كتضربكم الفيقه. ايوا ملي كتضربكم الفيقه عاد كتبقاو تسولوني، كتقولي لي اشنو قلتي. انا هو شنو كندير انا؟ هادي انتي وهذا الحنطي، واش غادي تحصل خطوبة بينهم؟ نسرح معاك طايلة، يلا دخلتي. ايوا السلام عليكم، السلام عليكم طايلة، طايلة من العيون داخلة بوجدور الساقية الحمراء، خرج لك كلش، داك هو بحلم بيك، انا بحلم بيك تيريني. شوفي انتي حداه، انتي غادي تكوني كتعصبي بزاف، هو غادي يكون كيحلم بيك. ما طلع ليش الخطوبة، ما طلع ليش الزواج، ولكني طلع بانك انتي كانك غادي تشكي فيه، كانك غادي تخاصمي معاه، كانك غادي تقولي له يا خاين بتروح مع واحده تانية، تزعلي مش حتوصليها يعني بسرعه للخطوبه انتي. ايوه هو مسكين حيبقى يعني متدمر ومخليك على راحتك، بس بيفكر فيكي وحيقول لك والله انا مش عامل حاجة، وانا انسان يعني دغري وما بخونكيش، وانتي هتقولي له لا والله يا خاين، وتغضبي وتتصعري وتقولي له لا في واحدة تانية، ويقولك يا بنت الناس ما فيش حد حيخليك على خاطرك لحد ما تبردي.
هيقول لك يا بنت الناس انا دغري وكلامي دغري وبحب النظافة وكده وماشي على العجين ما لخبطوش، ويخليكي بلالالالالا ويروح ينام ويحلم فيكي لحد ما تهدي. يا اختي ما تتسربعيش، ما تكونش متسربعة، ما يكونش فيك وسواس وشك وخوف انه حيخونك ولا حيغدر بيكي، ما تتسرعيش. ايه السربعة دي؟ متسربعة على ايه؟ هتتسربعي هتفقديه. تلاقي خير يا ليليا، ليليا يا ليليا يا ليليا يا حلوة يا ليليا. ايه اللي صار؟ ومش عارفة، ده اللي طلع، ده اللي طلع عندي. اعمل لك ايه؟ بس ظهر عندي هنا جوج شحوطة كده، يعني انتي لسه حيخطبوكي ناس، مازال الابيضاني والاسمراني وحاجات جديدة وراجل جديد. الحياة حلوة يا اختي. يلا شفتوا ازاي في قلوب خاينين، شفتوا ازاي ما فيهمش حنين، شفتوا ازاي في قلوب خاينين، شفتوا ازاي ما فيهمش حنين. ولا الأسود طبعه حبيبي، ولا الأسود طبعه حبيبي، ما دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش، حتى ازيك استخسرها استكترها ما بيقولهاش. يلي بحبه ضيع قلبي ضيع قلبي وروحت بقى. قلت لك شوفي هذاك الحنطي، هوش لو سؤال حيتكلم غيري خني يعني حاشو. غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا، واش هاد لا صرا بينهم علاقة؟ واش ممكن يشوف واحدة تانية ويخونها؟ خاين يعني. خدوني معاكم هيلا هيلا يا نواحد، خدوني معاكم هيلا هيلا واطرحوا بي على مرسى المحبين. هيلا هيلا يا نواحد، خدوني معاكم هيلا هيلا يا نواحد، خدوني معاكم هيلا هيلا واطرحوا بي على مرسى المحبين. اللي راري شوفي يا اختي مفيش خيانة، الراجل ده بيحبك انتي وبيغار عليكي من نسمة الهوى، بيغار عليكي من الرجالة، وخصوصا إذا يغار عليكي حتى من أهلك. الإنسان هذا بيحب المعقول، الزواج يعني، وإنسان عملي. أنت اللي فيك الوسواس يا موسوسة. الإنسان هذا مفيش خيانة، مفيش خيانة، أوكي، ما بيخونش. شفتي؟ يعني هو مع رجاله، يعني حتى اذا كان يكون مع رجاله ما فيش بنات. الانسان هذا ممكن يساعدك انك تكوني احسن في الشغل ديالك، او ممكن تعملي معاه شغل حر، او يعني الانسان دغري. اوكي يا حلوه، انت اللي غادي تكوني فيك الوسواس في الحياه العاطفيه، تي اللي غتكوني موسوسه. اما هو عنده نيشان نيشان، سمعتي؟ حلو، الله يحلي ايامك.
الان ما غاديش نزيد القراءات الخاصة، غادي نحبس هنا. غادي ندير دابا غير اللودي، غادي ندير جوج فالات لودي، ومن بعدها غادي ندير لكم فال هذوك البنات اللي ما عندهمش حبيب، ونعاود ندير لكم سحب او فال جماعي ونسدو. الله ربي مولاي وخالقي، ارحمني برحمتك يا الله. لودي لودي يا لودي يا لودي، تللي يا لودي يا لودي، لودي يا لودي يا لودي. عفوا دابا لودي غادي نشوف لك مع الطليق ديالك، ياك هادشي اللي قلتي لي بغيتي تشوفي النوايا ديالو كذا كذا. ياك نشوفو هذاك شنو النية ديالي. غادي يكون هذا الفال ديالك لودي، هادي انتي، وهذا الحظ ديالك مع ان شاء الله يكون خير. انتي عندك فرحة على سكن او فرحة في السكن ديالك؟ الا كنتي باغية تغيير السكن او سفر للبلد البعيد، غادي يكون عندك هذا الشيء خلال 3 اسابيع المقبلة. وهاد الانسان انا تنشوفو مازال كاين في الخط ديالك، ومازال واخا متفارقين كيغار عليك. ايوا يلاه تسني تستني. شوفي يا حلوة، يقولك الفال ما تسمعيش للمرأة الكبيرة في العمر، ما تسمعيش كلام أهلك، شوفي اللي يفيدك انتي، اللي في مصلحتك انتي. او بقاو ما تكتبوش وخليو الشاشة واقفة. وهاي الا درت لكم الفال ياك. اذا باش ينصحك الفال يا لودي، كيقول لك ما تسمعيش كلام المرأة الكبيرة في السن، ما تسمعيش كلام اهلك، كلامهم مش في صالحك، يعني كلامهم حيدمرك، مشورتهم حتدمرك، رأيهم حيدمرك. اوكي 10. شوفي الله يعطيك الستره خديجه، عقلي لي على هادو دابا اللي كيكتبو، كتبيهم لي باش حيت نساني مع لودي، هما اللي تعطي ليا. انتي غتبقاي تعطي ليا 11 الوحده، ما غاديش نزيد عليها، اعطيهم لي بلاتي 11 الوحده. كتبيهم خديجه عندك، وحتى نسالي وعطيني وحده من مور الاخرى. هادو اللي كيشاركوا، هادو اللي كيشاركوا اللي كيكتبوا. اذا قلنا يا لودي ما يعني ما تديهاش، ما تاخديش بعين الاعتبار كلام المرأة الكبيرة، تكون أمك، جدتك، خالتك، عمتك، امرأة كبيرة، مشورتهم، رأيهم مش حيخدمك. الإنسان هذا مازال يحبك، ومازال دايرك في قلبه وعقله، ومازال بيغار عليكي ويشك انك عندك علاقة مع شخص تاني. والانسان هذا مازال في حظك، يعني هذا الانسان ولو يكون الطليق ديالك هذا لساته في الخط، يعني هذا ما خرجش بصفة نهائية من، لا بخصوص سالم، احنا لا بخصوص سالم، لان القراءة عليه هو، ما قريناش احنا بصفة عامة، احنا قرينا عليه هو. اذا الكلام عليه هو مثلا
تجي المرأة الكبيرة هذه أو حد من عيلتك ويقول لك اوعي ترجعي له، حطي له كده وكده، خلي أم اقهريه، اديله على، فهمت؟ لا، شوفي انتي احاسيسك، شوفي روحك شنو تملي عليك تجاه هذا الانسان. فانا كنقول لك كيبقى العلم لله، ولكني انا في الفن كيقول لي هذا الانسان واخا انت وياه متفارقين مازال قلبه وعقله معاكي، ومازال بيغار عليكي، ومازال كاين في الحظ نتاعك. يعني هذا واخا انت الطليق ديالك ما خرجش من الحياة، مازال في حياتك الانسان هذا، هو انسان مازال ناوي معاك الخير، والانسان هذا مازال تستفدي من الارزاق ديالو، من الاموال ديالو، والانسان هذا مازال حيحاول يرضيكي ويخدمك، وممكن راح تحتاجيه وتلاقيه، ولسته بيحبك يا حلوة. ايوة فهمتي، لساته بيحبك، ولساته بيراقبك، ولساته عينه عليكي، سمعتي؟ يا بالنسبة ليك كيقول لك عندك فترة انتقالية، يعني كتنتقلي من مرحلة لمرحلة أحسن. المرحلة هذه فيها تحركات كثيرة، فيها أشياء جديدة، فيها شهادة، فيها عقود، فيها استقرار. يعني كتخرجي من مرحلة اللي كانت شوية كنتي فيها متضايقة وكانت عليك ضغوطات وطاقات سلبية، لمرحلة أجد. أوكي، سألتيني انتي شنو سألتيني في الآخر السؤال، قلتي لي ما عرفش داكشي مؤخر صداق ولا ما عرف بحال هكا، شنو قلتي لي؟ لا 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 تحرموني منا، لا بالغصب والإكراه، لا 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 تبعدوني عنا، لا هذا كبر ظلم والله، هو رجع لي ضحكتي وشال. أيوة، عليه حكم يدفع لي مؤخر بتاريخ، هل سيدفع المؤخر كده؟ أوكي، غادي نشوفوا هذا الإنسان هل سيدفع مؤخر الصداق. غادي يكون هذا الفعل ديالك انتي، وهذا هل يدفع لك مؤخر الصداق، ولا حيتهرب، وانتي مازال غادي تقدم لك شخص حنطي. يعني كاين شخص حنطي اللي باله معاكي، اذا كنتي عاملة او موظفة فهو معاك في العمل او في الوظيفة، واذا ما كنتيش عاملة او موظفة فممكن يكون كيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش، او في القوات المساعدة، او يلبس لباس خاص بالعمل اللي هو فيه. والله انا كنشوف هذا الانسان راه مازال باغي معاك رجوع، لانه بينظر لعتبة بيتك. والله شوفي، والله ما تديريش الثقة في الاهل ولا في المرأة الكبيرة في العمر، وانتي عروض الزواج راح تنهال عليك، كاين حتى رجل اسمر، سمعتي؟ انت سألتيني على يدفع لك مؤخر الصداق، لا ارى ذلك بسهولة، لا ارى ذلك بسهولة. ففي الفال الاول، في الفال الاول شنو ظهر؟ ان هذا الانسان هذا ممكن اذا طلبتي منه مساعدة يساعدك، ولكن اذا تعاملتي معاه بالحسنى راح تلقيه واقف بجنبك. لكن
إذا أنتي حاولتي ترجعي له، إذا رجعتوا مع بعض. لكن هذا بالخصوص، هذا اللي كتهضري عليه ديال مؤخر الصداق، فما غاديش يعطيه إلا بصعوبة، ماشي بسهولة، فهمتي؟ خصوصا إذا كان المبلغ بالعدد 3، يعني 3، 30، 300، 3000. أوكي، إذا كان العدد اللي انت طالباه فيه رقم 3، فما غاديش يعطيه لك إلا بصعوبة، مش بسهولة. لكن الإنسان هذا نحيدو أو نزيلو أمر ديال مؤخر الصداق، الإنسان هذا إذا طلبتيه في حاجة مازال غادي يساعدك، ومازال غادي يوقف معك مستقبلا في الحياة. أوكي، لأن الحياة دوارة، مازال تلقيه يوقف بجنبك في واحد الوقت هاد السيد هذا. وانتي عليك الطلبات والرغبات قبيل بالك الرجل الحنطي اللي ميسور الحال، اللي ممكن يكون كيشتغل معاك، او اذا ما كانش كيشتغل معاك فهو كيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش، او في القوات المساعدة، وانسان ميسور. ومازال حيظهر لك شخص اسمر يطلبك للزواج، سمعتي؟ وممكن هاد السمر هذا يكون كيعرفك قبل ما يعرفك سالم، يعني هذا الأسمر يقدر يكون معرفة قديمة، سمعتي؟ خديجة 11، وحدة وحدة، عطيني جوج بجوج، 11 كتبيهم ليا، الله يرضي عليك، الله يرضي على بنتي. ما تزيدي ما تنقصي. اي اي اي، خير ان شاء الله، وخير ان شاء الله، وخير ان شاء الله، وخير ان شاء الله. لا دابا زدنا حنا وحده، بيج بيلا. الله، عطيتيني جوج. هنشوف يا أمينة، انتظري. بيك بلا إيمان ملياني. لويزا، لويزا، ساريتا، ورد، لودي، لودي، خديجة، الحلاوي. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود اللي عطيتيني. إذن كاينه عطر، عطر الجنة، بيبي، حسام، حازم، حازم حازم، وخلاص.
غادي يكون هذا السحب ليك خديديج. خديديج كيقول لك انتبهي من مرأة كبيرة في العمر، غادي تخونك او غادي دير لك شي حاجة اللي غادي تضر بك. هذا الانسان غادي تقول عليك هضرة خايبة، او غادي تخونك، او غادي تكون السبب في حاجة غادي تألمك بزاف. بيلا كيقول لك عندك رجوع، عندك صلح، عندك لمة شمل او حضور وليمة وسماع خبر مهم. بيج بوكس كيقول لك عندك سهر بالليل، غتكون كتفكر بخصوص فلوس، وراه غادي تجيك فلوس من مصدر غير متوقع او من مصدر جديد انت ما كانش في الحسبان. ايمان المي جايك فلوس ولكن غادي تخسريها غير في التفاهات، ومازال غادي تجيك هديه او انت غادي تشري حاجه اللي هي كبيره. ملياني مازال غادي يكون عندك عقد عمل في الخارج او غادي تجيك فلوس من الخارج. لويزا كيقول لك رجل اسمر غادي يهضر معاك على اوراق، لا هو ولا الرجل البيض. اذا لويزا كاين رجل اسمر ورجل بيض غادي يهضروا معاك على عقد، على شهاده، على رخصه. ساريتا كيقول لك ردي بالك من الطاقه السلبيه على حياتك العاطفيه. يعني لا شتي هاد الايام يا ساريتا امورك العاطفيه ماشي هي هذيك، عرفي راه داخلك الطاقه السلبيه. اوكي، وكاين شي واحد كيتجسس عليك او كيراقبك عاطفيا. ورد الجوري عندك صلح او لقاء مفاجئ، وهاد الايام غادي تكوني منتبهه للصحه ديالك، للجمال ديالك، للرشاقه ديالك، وعندك عزومه قريبه غادي تحضري فيها. لودي الصحة جيدة، وعندك سفر من مكان من مدينة لمدينة، وعندك تطورات إلى الأحسن. الحلاوي رجل حنطي غادي تاخدي منه فلوس، أو هذا الرجل الحنطي هذا ممكن يتقدم لك، يعني ممكن هذا الإنسان خطوبة، زواج مع هذا الحنطي، أو فرحة كبيرة مع رجل حنطي. عطر الجنة كيقول لك هنا رجل ابيض كيفكر فيك او كيعزك هاد الابيض هذا، وكيقول لك انسانه غادي تهضر معاك على ترتيبات، على تنظيمات، على انتقال من مكان لمكان، او هاد الانسانه غادي تساعدك في شي اعمال، فغادي تكون بجنبك هاد الانسانه هذه. بيبي كيقول لك نفسيتك يوم الخميس، لا ماشي يوم الخميس، خمسة أيام هذه اللي جاية نفسيتك غادي تكون شوية تعبانة في البيت، ولكن تمر خمسة أيام وغادي تشوفي حظوظ وأمور تفتح أمامك، خير وحاجات اللي تفرحك. فأنتي انتظري خمسة أيام وشوفي المستجدات اللي راح تبان قدامك. حازم كيقول لك العين والحسد عليك، وكيقول لك كاين انسان حنطي اللي كيفكر فيك، مازال غادي يهضر معاك على امور خاصه بامضاء، خاصه بشغل، وكاين كذلك هنا بشاره خير جاياك، يعني حد حيقول لك حاجه حتفرح عليها، وانت انسان متبوع وعليك عين وحسد. بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش حبيب، نشوفوا الحياة العاطفية واش فيها مستجدات. هذا الفال بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش حبيب، بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش حبيب وحياتهم العاطفية. فكاين كاين كاين فرص، ف
في نهاية يعني هاد الشهر 11 أو بعد 11 يمكن عندكم حاجات اللي تفرح، ولكن البعض فيكم كاين عندها جن عاشق اللي ما كيخليش الحياة العاطفية ديالها تنجح. أما الأخريات فكاين هنا كاين اللي غادي يبان لها شخص أسمر قصير القامة، غادي يكون كيحبك هاد الإنسان هذا، فممكن تشوفيه إذا كنتي مثلا هاد الأيام ناوية رحيل أو تنتقلي في العمل. هادو اللي غادي يبان لهم هاد الأسمر، هذا اللي غادي يبان لهم الأسمر القصير هما اللي ناويين يديروا عملية تجميل، أو غادي تكوني كتهتمي بالجمال ديالك هاد الأيام، أو بديتي كتهتمي بالجمال ديالك، أو غادي يكون عندك انتقال بخصوص سكن أو بخصوص عمل، أو ممكن اللي هي داخلة المستشفى من أجل عملية، فغادي يظهر رجل أسمر في الحياة ديالك. وكاين اللي غادي يظهر في الحياة ديالها رجل أبيض قصير ميسور الحال، هادو خصوصا اللي كتشتغلي في ملفات، دايما انت كتستعملي ملفات او اوراق، او كدوز على يدك شواهد او بحال هكا، او انت هاد الايام كديري تحاليل، كتدخلي لمختبرات التحاليل او صيدليات او مصحات، هاد الايام كتدخلي لهم، او كتدخلي الاماكن هاد الايام، كتدخلي كتشوفي اتات او باغية تشري اتات، او كتمشي المحلات اللي فيها الحاجات اللي مصنوعة من الخشب. فهذه هي الاشارات اللي باينة اللي عندها زواج قريب جدا، ومن رجل اسمر متوسط القامة او طويل وصغير منك في العمر، وانت الان ما عندكش حبيب، فعندك زواج. تكوني بيضة، شوفي بعدك اللي هي معايا بيضاء البشرة وما عندهاش حبيب، مش اكتر من 3 شهور غادي يكون عندك والله اعلم زواج برجل اسمر يصغرك سنا، وغادي تنجبي منه اطفال وقريبا جدا. قولي لي حتى وحده ما كاينه بهاد المواصفات هنا. انتي بيضه، صافي صافي، زواجك كاين مع العنطيس، صافي يا أمينة ملياني. حتى انتي عالم درتي على فداء، درتي على فداء. البنات نخليكم على خير، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياة، نتلاقاو ان شاء الله. بيقو خديديش، مال بيقو خديديش، مالهم مالهم خديديش، عفوا، تلاقي خير لودي. لا عالم ما كنتيش عالم، الوقت اللي كنا كنهزو الاسماء ما كنتيش، فهمتي؟ انا فاش كنهز الاسماء ما كنتيش، لان واحد الوقت كانوا غير 10 البنات بقاو معايا، غير 10 البنات. قلت لخديجة سجلي لي البنات اللي كاينين، سجلتهم لي، ما كنتيش معاهم، فهمتي كيفاش؟ لان انا اعدى شيء عندي هو لما كنكون كندير الفال كيخرجوا البنات وكيعاودوا يرجعوا يدخلوا ويبغيو نسحب لهم، فانا ما كتعجبنيش ديك الطريقة. خصني منين نكون نجي على غفلة ونهز البنات تكوني موجودة. شنو بغيتي تقولي لي يا خديديج؟ عفوا البنات، خديديج قالت لي فين ليا وبغ... اه اه وي 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 اه خديجة، ويه نسيت خديديج، نسيت. ladies is first for you خديديج، first one and after for big box. ايوا راه كننسى. غادي يكون الفال ديالك هذا انتيا، وهذا الحظ ديالك ان شاء الله يكون خير.
دابا انتي ما كتبغيش الراجل السمر ياك؟ ايوا راه قال لك الا كنتي كتعرفي شي راجل سمر قبال وكنتي مخاصمه معاه، راه غادي يرجع، غادي يرجع يهضر معاك. اسمعي نقول لك، الا كنتي كديري شي علاجات فراه غادي تجيب معاك الفائده كملي، ولكن نفسيتك تعبانه من جهه واحد الراجل بيض محنك. الا كان صاحبك بيض وخصوصا الا كان مربوع القد او طويل، حيت راه كاين واحد البيض اخر قصير قزيبون. دابا خلينا نشوفوا هذا، دابا هنا نفسيتك تعبانه من جهه هذا البيض، وهذا البيض كيمحنك، وبعض المرات كتقولي هذا راه ما باغيش المعقول، هذا باغي غير الزهو والمتعه، فعلى حسابك. الا كان هذا هو هذا فكيقولك على حساب ما كتعاملي معاه. ف اذا انت كنتي كتشوفيه باغي غير الزهو والهو، فغيري التصرف، لان التصرفات ديالك هو اللي كيخليه يمشي معاك في الزهو والهو الابيض. اما الا زيرتي معاه خصوصا الا كان اجنبي او كان عايش في البلاد البعيده، كيقولك الا زيرتي معاه غادي يمشي على العجين ما يلخبطوش، وغادي يكون عندك معاه الخير. واخا انتي الزهر ديالك راه تابعك دايما السحر في الحظ ديالك، سمعتي؟ وراه مازال غادي يطلبك الرجل السمر. الا كنتي كتعرفي شي واحد قبل، مازال باغي يرجع لك هذا السمر هذا، فهمتي؟ وبالنسبه ليك كيقول لك راه واحد الانسانه، انتي كتقولي ما عندكش عمل، وانا كيبان لي العمل عندك مفتوح، وعندك عليه النصر، وعندك عليه ورقة او شهادة او عقد عمل كاين. الا ما كنتيش عاملة او موظفة، كاين واحد السيدة اللي ممكن غادي توسط لك، ولا غادي تلقى لك هاد الشغل هذا، راه غير لما بغيتيش تخدمي انتي، لان باب العمل فيه الحظ وفيه الزهر وفيه النصر وفيه العقد عمل، غادي نشويك انتي. ها دابا الدار ديالكم غادي تكون فيها الذبيحه خلال 6 ايام المقبله او 6 اسابيع، يعني ماشي 4 5، يعني بدايه 2024، يا اما خلال 6 ايام او 6 اسابيع غادي تكون عندكم ذبيحه في الدار. و6 اسابيع يعني في نهايه 12 وبدايه شهر 1 عندكم ذبيحه في الدار. اوكي يقول لك راه كاين واحد الراجل حنطي من العائله راه تيحبك، هاد الحنطي هذا قولي لي الله يعطيه الحبوب، ما بغيتوش، كيفكر فيك بالليل والنهار. هاد الحنطي انت دايره عليه بالدار، فهمتي؟ وراه مازال غادي يجي لداركم يهضر فيك من العائله ديالك، هاد الحنطي هذا، سمعتي؟ هادشي اللي بان لك. دابا غادي نشوف داك عمي رضوان، غادي يكون هذا وهذا الحظ ديالك. رضوان كيقول لك راه الفلوس قدامك، الرزق كاين، ها الفلوس، ها الفلوس، ها انت عندك صلح مع شي واحد، ولا عندك مقابله مع شي حد، مازال غادي يجيك تليفون، غادي يعجبك هاد التليفون، حتى هو غادي تسمع عليه هضره وكلام على فلوس ياك. ومازال قدامك اوراق غادي تفرحي عليهم، ومازال قدامك حاجات جديده واخبار زوينه غادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا العفريت، شكون هادي اللي طايحه في الزهر ديالك؟ عندك مفاجآت عاطفية وأشياء جديدة عاطفية، واسمع لي مع قلبك. ها بغيتي نتحزلك الكارطة لهنا هاكا،
فهمتي؟ دابا انت هذا قال لك سيدي كاين عندك صلح او لقاء بعد 3 ايام او يوم الثلاثاء المقبل، هاد اللقاء فيه فلوس وطيحه عليك فلوس، وغادي يجيك خبر ولا تليفون على فلوس في فلوس، ومازال عندك عقد ولا اوراق غادي تفرح عليهم خلال 4 اوقات المقبله، 4 ايام او 4 اسابيع اوراق غادي تفرح عليهم، ومازال عندك اشياء جديده واخبار جديده غادي تسمعها. واحد الوقت غادي تغير، ولكن داك الغيار غادي يدوز بسرعه، هذاك الغيار من مورو غادي تحصل على حاجه ثقيله، حاجه ماديه كبيره، وغادي يكون عندك امضاء على شي حاجه او غادي تسني على شي حاجه في الصالح ديالك. ومازال يا وليدي الا ما غيرتيش الدار غادي يكون عندك السفر للخارج بعد 3 اوقات، فهمتي؟ وغادي يكون عندك تحركات كثيره، ومازال غادي يكون عندك استقرار في عمل، واللي غادي يساعدك الراجل الابيض متوسط القامه كيفكر في المصلحه ديالك، وانت قلبك وعقلك على هاد القرده هادي، وغادي تكون كتهضر مع الوالده ديالك عليها طايحه في الزهر ديالك هاد العفريته هادي، تي وانت داك القلق وديك العصبيه والعين والحسد راه خارجه من طريقك هاد الايام هادي. هاد الانسانه هادي راه كتكون مع اخوها ولا باها السمر القصير، وكاينه وحده اخرى عاوتاني كتشوف للناحيه ديالك. دابا انت هذه هي اللي عاجبك، راك كتذكر مع الوالده ديالك عليها، ولكن كاينه وحده اخرى بيضه اللي كتشوف لك عندها فلوس، هذه هاد البيضه هذه عندها دولارجو. دابا هذا هو الخط العاطفي ديالك، راه كاينين فيه جوج ديال النسوه، وكل وحده مع باها ولا خوها، يعني بنات دارهم بنات الناس. دابا انت كيقول لك الحظ العاطفي ديالك فيه مفاجآت، فيه اشياء جديده خلال الشهرين المقبله، يعني من هنا للشهرين، يعني شهر 12 وشهر 1، راه عندك حويجات عاطفيه زوينه امولاي الخير. سمعتي؟ نايس. يس. عالم ام فيدا قال لك الفال جاياك فلوس شي 2 مليون، قولي اللهم امين، ماشي 100 درهم، 2 مليون، جاياك فلوس كتيره من هنا حتى النهار 2 غادي تشدي شي فليسات، سمعتي؟ يلا يلا سيرو تنعسو، حتى نرسل لك حقك الا جاوبني، جاوني فلوس الله نرسل حقك. يا ودي غير سيري فرحي بيهم، انت غير اجي فرحينا قولي لنا بحال الما كبير. جات فرحتنا قالت لنا راني رجعت مع الحبيب ديالي كاين صلح. اه دابا انت داك الفرحه ديالي انا هي منين تجي، عفوا منين تجي وتقولي لي راه جاوني الفلوس لطيفه، نقول لك تايا انا راني فرحانه معاك، فهمتي؟ صافي هادشي اللي كاين. ايوا تصبحوا على خير ان شاء الله، نعاس الراحه، تهلاو في راسكم، قبلاتي الحاره كنحبكم بزاف، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ربي يسعدكم، ربي يسهل اموركم، ربي يحفظكم، ربي ينجيكم ويبعد عليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. باي باي، الى اللقاء. موحد.